السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستهل بتوجيه الشكر لقناة ليبيا روحها الوطن التي استجابت لطلب الجامعة الدولية لتسجيل حلقات النقاش هذه التي اخترنا لها عنوان ميثاق شرف. وهذه هي حلقة النقاش الأولى في سلسلة حلقات نقاش سوف تسجل تباعاً. ودعوني بداية أوضح فكرة هذه الحلقات. الجامعة الدولية، الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية، دشنت مشروعاً لخدمة المجتمع وخصصت له ميزانية، والهدف الأساسي من الفكرة أن يكون هناك تفاعل مستمر ودائم ومثمر بين الجامعة والمجتمع. وقد طرحت العديد من الأفكار من ضمنها فكرة مواثيق الشرف، والمقصود من هذا العنوان هو أنه في كل حلقة نقاش سوف نلتقي مع صاحب مهنة بعينها، هذه المرة مهنة الإعلام، وفي مرات قادمة سوف تكون هناك لقاءات مع محاميين، مع قضاة، مع مراقبين ماليين، مع أطباء، مع مدرسين. والمقصود في كل مرة هو تنمية الوعي المجتمعي، أولاً بطبيعة هذه المهنة، بما تتطلبه من مهارات، وثانياً التعريف بأخلاقيات هذه المهنة، بما إذا كان لها ميثاق شرف محدد، وثالثاً وهذا قد يكون الأهم هو تحديد مكامن الفساد المحتملة في المهنة، بحيث تكون توعية أو تنمية الوعي المجتمعي بالمهنة طريقة أو أسلوب في مكافحة هذا النوع من الفساد. وفي كل مرة يكون لقاء مع شخصية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة في القطاع المعني. والبداية اخترنا أن تكون مع الدكتور أحمد النايلي، وهو الإذاعي الإعلامي المعروف وأيضا عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام بجامعة بني غازي. واستضفنا مجموعة من الإعلاميين في مدينة بني غازي، الأستاذ محمد بن عروس عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام والمخرج المرئي المعروف، الأستاذ عمر الحيروشي الإعلامي ومقدم البرامج أيضا المعروف، الأستاذ نور الدين الشيخي وأيضا عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام، جمال محمد مقدم البرامج والشاعر الغنائي والممثل المسرحي أيضا المعروف، الأستاذ إسماعيل الفلاح عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام، وسوف ينضم إلينا عما قليل الأستاذان خالد عثمان وأحمد المقصري. أترك الفرصة الآن لدكتور أحمد النايلي كي يحدثنا عن خبرته الإعلامية، آملين أن نفيد منها. حديثه سوف يستغرق حوالي 20 دقيقة، بعد ذلك نستقبل التعليقات أو الاستفسارات من الحاضرين. تفضل دكتور أحمد. في البداية الشكر والتحية للجامعة الدولية على دورها المجتمعي، وهذا يدعونا إلى أن ندعو كل الجامعات الليبية العامة والخاصة
أن تلتزم بدور مجتمعي مهم لخدمة البيئة وخدمة المجتمع بصفة عامة في المجالات المختلفة والمتعددة. والشكر للدكتور نجيب الحصادي وللأستاذة وهيبة الحاسي ولكل من عمل على إحداث هذه الندوة. وربما سأتحدث عن ملامح الإعلام الليبي من خلال التقاط معايير دولية ومعايير تم التعارف عليها في مجال الإعلام، ونقوم بمقارنتها بالمشهد الإعلامي الليبي. ولا أعرف، يعني ربما جمعت الكثير من الأفكار، لكن سأحاول أن أتحدث بعجالة عن كل فكرة مختلفة ومتعددة. وفي البداية، الإعلام هو وجهة نظر، الإعلام هو حالة اختزال للواقع، فليس بإمكان الإعلام أن يلتقط كل الواقع، ولكن يقوم بحالة اختزال واختيار، وهذا الاختيار هو وجهة نظر. وهذه وجهة النظر التي تعتمد على القائم بالاتصال أو السندر قد تعبر عن سياسة دولة، قد تعبر عن تجربة ذاتية، قد تعبر عن الممول الذي يمول الوسيلة الإعلامية. والإعلام في ليبيا من هذه الناحية تحديدا لم يلتزم بهذه القضية أو هذه النقطة المتعلقة باختيار أو تحديد سلم الأولويات. نحن نعلم أن تحديد سلم الأولويات من النقاط المهمة للإعلام، وخاصة الإعلام الحكومي. وعندما نأتي إلى الإعلام المحلي والإعلام على الصعيد الوطني لم يكن ملتزما. وأنا ربما عندما أتحدث من عقد التسعينيات وحتى الآن، أو ربما الثمانينات وحتى الآن، ربما السبعينات والستينات، فترات قد تختلف في مسألة التقييم. فالنقطة الأولى التي لم يلتزم بها الإعلام الليبي هي مسألة تحديد سلم الأولويات. يعني أحيانا تجد تغطية معينة لحدث ما، وهذا الحدث ربما لا يعبر عن الأولويات. فعندما نشاهد مشاكلنا اليومية وقضايانا وأولوياتنا، نشاهد الإعلام الليبي لا يتحدث عنها، وربما يأتيك بخبر عن قطار أو خروج قطار عن سكته في دولة ما في العالم، وأنت تقوم باجتياز الكثير من الأشياء المهمة، وهذه واحدة من الإشكاليات المهمة. إحدى النقاط الأخرى المتعلقة بمسألة الإعلام الليبي هي أحيانا العشوائية في إعداد البرامج، وسنتحدث عنها بدقة فيما توافر من خطط إذاعية يتم تقديمها بشكل غير دقيق. نحن نعلم أن تحديد الأولويات عندما ظهر الإعلام الجديد، كنا نعتقد أن الإعلام الجديد سوف يقوم بتحديد أولويات بشكل جيد، ولكن عندما جاء هذا الإعلام الجديد حقيقة لم يقم بتحديد الأولويات بشكل جيد فيما يتعلق بأولويات المجتمع. هل نحن في حاجة إلى الاهتمام بالازدحام في حركة السير؟ هل نحن لدينا قضايا بيئية؟ هل مسألة التعليم، مسألة الخدمات الصحية وغيرها من الأشياء؟ فحقيقة لم يكن هناك التزام بهذه النقاط الأساسية. النقطة الأخرى مبدأ العدالة الإعلامية، وهو الآن حتى في الولايات المتحدة يعني تقريبا من عام 2008 تم الالتفات إليه. الإعلام الليبي في الفترات السابقة لم يكن مهتما بمسألة العدالة الإعلامية. ولو سألنا أنفسنا على سبيل المثال، المواطن في جغبوب ولا في ربيانة ولا في غدامس، كم مرة شاف روحها في وسائل الإعلام العام؟ كم مرة تناولت هذه الوسائل هذا الإعلام الليبي أو هذه المدينة بشكل عام؟ كم مرة الإعلام تناول شخوص وأحداث وقصص من هذه المدن؟ وكان التركيز على مدن بعينها وبمناطق معينة، فمما أدى إلى الإخلال بمبدأ العدالة الإعلامية في الإعلام الليبي حقيقة. يعني أيضا في موضوع المصداقية وموضوع الموضوعية، وربما كنت أتمنى أن أفرد حوله موضوع كثير أو حديث يطول، الإعلام المفروض أن يلتزم بالمصداقية، لكن الموضوعية فيها وجهات نظر مختلفة ومتعددة، باعتبار أن موضوع الموضوعية يعود إلى خبرة الإنسان ويعود إلى دينه وثقافته، فلا يمكن أن يتبنى أي إعلام الموضوعية المطلقة، ولكن بالإمكان أن يتبنى الموضوعية المحددة في مكان معين وفي زمان معين. أيضا في موضوع المصداقية والموضوعية كانت هناك استشكالات كثيرة تتعلق بخاصة في هذه المرحلة،
إما أحيانا السلطة تفرض نوع من الأشياء المعينة في التجربة الإعلامية الليبية مما تؤدي أحيانا بالإخلال بالمصداقية، أو السياق الذي حدث بعد 2011 من التخاصمات والصراعات والمرحلة الانتقالية التي أدت إلى الإخلال بموضوع الموضوعية والمصداقية. واحدة من الأشياء الإشكالية الكبيرة أيضا في الإعلام الليبي هي موضوع مصادر التمويل، ومصادر التمويل هذا أحد القضايا المهمة اليوم. يعني إذا كانت المراكز البحثية تطالب في العالم بأن تحدد مصادر تمويلها، فما بالك بالقنوات الإعلامية أو مصادر الإعلام أو مصادر وسائل الإعلامية. نحن لاحظنا في العشرية الأخيرة عدم الإفصاح عن مصادر التمويل، والإفصاح عن مصادر التمويل هو أحد الأشياء الأساسية التي لا يمكن أن يتم تجاوزها في الإعلام. وأذكر أنه في عام 2011 عندما مثلا سألنا أحد المسؤولين أو المعنيين بالقنوات الإعلامية وطلبنا منه الإفصاح عن مصادر التمويل، فقال رجال أعمال على سبيل المثال، أو الكلمة اللي كانت معتادة آنذاك عندما تقول له مصادر تمويل يقول لك رجال أعمال. باهي رجال أعمال لماذا لا تقوم ببيان صحفي أو مؤتمر صحفي تعلم من خلاله ماهية هؤلاء الرجال الأعمال وماذا قدموا وغيرها من الأشياء. ونحن يعني كعرف متعارف عليه وحتى في القانون المصري 2018 لتنظيم الإعلام يطالب الوسائل الإعلامية بتحديد الحسابات الختامية لهذه الوسائل، حتى الحسابات الختامية للميزانيات يجب أن تعلن بعد نهاية العام المالي. فنحن لاحظنا من يعني في العشرية الأخيرة لم تقم وسيلة واحدة بالإفصاح عن مصادر تمويلها. أيضا موضوع التمويل الخارجي، يعني البعض يرفضه في المراحل الانتقالية ويرى أنه سيؤثر على الوضع السياسي وسيشارك ويؤجج مسألة الصراع السياسي، ويعني وهناك من يرى العكس، من يرى أن مصادر التمويل الخارجية بالإمكان قبولها خاصة عندما تكون من مؤسسات دولية معروفة، هذه المؤسسات مثل الممتحدة وغيرها من المؤسسات الدولية المعروفة فيتم قبولها ولكن يتم الإفصاح عنها. للأسف نحن لا نجد أي إفصاح عن مصادر التمويل في الإعلام الليبي. والقضية الأخرى التي نتمناها في قانون الإعلام القادم الذي قد ينتج عن البرلمان القادم في حالة حدوث الانتخابات في 24 ديسمبر، أن يقوم المشرع بتضمين الإفصاح عن مصادر التمويل في القانون القادم. يعني تجاهل هذه المسألة خطير جدا وقد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار وقد يؤدي إلى الإضرار حتى بالسلم المجتمعي. صحيح أن هناك البعض من يرى أنه يجب، يعني لماذا نمنع الدعم الخارجي لوسائل إعلام الولايات المتحدة؟ هناك مؤسسات من خارج الولايات المتحدة تدعم في مجلات وصحف داخل الولايات المتحدة، ولكن هناك إفصاح عنها خاصة عندما تكون في فئات مجتمعية متضررة أو بعض القضايا التي تحتاج إلى دعم، فلا يوجد حرج أن يتم قبول مسألة التمويل الخارجي. لكن حقيقة واحدة من هذه الاستشكالات، والغريب في الأمر أن تجد إعلامي يتحدث عن الوطنية ويتحدث عن الوطن ويتحدث عن المصلحة العامة ويتحدث عن قضايا كثيرة وهو لا يعرف مصادر تمويل المؤسسة التي يعمل فيها. ونحن شخصيا عملنا في مؤسسات لم نكن نعرف مصادر تمويلها، وعندما كنا نسأل عن مصادر التمويل يقال لنا بأنهم رجال أعمال. بمن هم رجال الأعمال؟ ومن هو رجل الأعمال الذي لا يراعي مسألة الربح؟ صحيح أن هناك بعض رجال الأعمال من لديهم نسب من أموالهم لدعم قضية سياسية وقضية، ولكن يتم الإفصاح عنها. فهذه كانت واحدة من الإشكاليات الكبيرة حقيقة. وكان يتم طبعا نحن في معادلة في مسألة الإعلام هي أن هناك علاقة طردية بين مصادر التمويل وبين نوع الرسالة التي تقدم. ففي كثير من الأحيان مصادر التمويل تؤثر حتى في نوع من الرسالة، نوع الرسالة في ترتيب الخبر. وأعتقد في دراسة بينت أن بمجرد بعض القنوات الفضائية، بمجرد أنك أنت تستمع لهذه القناة بعد 10 دقائق تعرف توجهها السياسي وتوجهها الاجتماعي. لماذا؟ لأن مصدر التمويل كان مؤثر. مصدر التمويل قد يكون في ترتيب الأخبار، مصدر التمويل قد يتضح في استخدام بعض العبارات التي تجرم جهة وتجعل من الجهة الأخرى من الجهات الجيدة والخادمة للوطن وغير ذلك.
أيضا نأتي إلى موضوع تنظيم قطاع الإعلام الآن. يعني واحدة من الأشياء المهمة اللي تتعلق بتنظيم قطاع الإعلام، نحن نعلم أننا في قطاع الإعلام بالشكل الحالي لا يرتبط ويتعلق بالطموحات التي نسعى إليها أو التي تتوافر في الخبرة الإعلامية الموجودة في العالم. اليوم مثلا الجسم الآن تقريبا الهيئة الليبية للإعلام، تقريبا التي مؤسسة الليبية للإعلام التي تم إحداثها قبل السنة الماضية تقريبا أو بداية هذا العام، هذه المؤسسة لا علاقة مباشرة مثلا بالسلطة التنفيذية، وهذا أحد يعني من الأخطاء الكبيرة في الحوكمة الرشيدة للمؤسسات الإعلامية. فكل مؤسسة إعلامية يعني الذي ينظم قطاع الإعلام في أي دولة، هذه المؤسسة يجب أن تكون مستقلة استقلال كامل عن السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية، ولا يوجد بها أي ارتباط. وأن هذه المؤسسة مهما كان تسميتها المجلس الأعلى للإعلام والصحافة، كان تسميتها مثلا الهيئة الليبية للإعلام، أن تلتزم فقط بقانون الإعلام أو قانون الصحافة والإعلام، بمواثيق الشرف، بالدلائل الاسترشادية في العمل، وأن تلتزم بالسياسات الإعلامية والسياسات التحريرية الموجودة في المؤسسة. ما نجده الآن هذا الجسم الذي تم تشكيله من المجلس الرئاسي هو يرتبط ارتباط مباشر بالسلطة التنفيذية، مما يؤدي إلى التأثير على هذا الجسم. البعض يقول أنكم حالمون، يعني مهما وضعتم من قواعد ومهما وضعتم من تقاليد أنتم في واقع يعني لا يمكن تقديم فيه مشهد إعلامي جيد. نقول نعم، لكن يجب أن نرسخ هذه القواعد، يجب أن نقول أن هذا الصحيح يجب أن يسير بهذا الطريق وأن هذا الخطأ يكون بهذا الطريق، لكن أن نرسخ بعض الممارسات فيما يتعلق بتنظيم المشهد الإعلامي بهذه الطريقة أعتقد لن يكون مفيد للمشهد الإعلامي. واليوم أنت شفنا حتى يعني كيف تم الاستشكالات مثلا بين مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون وبين ماسك الهيئة، والتدخل في المسائل التحريرية والتأثير على صياغة الجانب الإعلامي. إحدى الإشكالات الكبيرة الموجودة في صياغتنا نحن أو في برنامجنا في المشهد الإعلامي الليبي هي عدم الفصل بين الإدارة والتحرير، بين الإدارة التي تقود المؤسسة وبين التحرير أو غرفة الأخبار أو صياغة الأخبار. عادة في الأعراف الإعلامية في العالم على سبيل المثال، غرفة التحرير التي تعمل بناء على سياسة تحريرية وسياسة إعلامية وتقدر المصلحة الوطنية، يجب أن تضع الأخبار وترتيب الأخبار وتقديم الرسائل الإعلامية بناء على تقديرها ودراستها لهذا الواقع. ما يشاهد وما يلاحظ أن المؤسسة ومدير المؤسسة يتدخل في صياغة هذه الأخبار وفي تأثيرها وترتيبها، وهذا إحدى الأشياء المشينة والمضرة بالجانب الإعلامي. أيضا في موضوع طبعا يعني واحدة من الإشكاليات اللي لاحظناها نحن في البرامج، ربما نشير إلى بعض يعني البرامج الإذاعية أو التخطيط للبرامج، هنا ربما أتحدث يعني من خلال تجربة عملية، وممكن الزملاء معي اليوم حاضرين وشاركوني هذه الفترة أو العمل في المجال الإعلامي. نحن لاحظنا حتى البرامج في القطاع العام تحديدا، وربما لا أريد أن أتحدث عن القطاع الخاص، إعداد البرامج عادة يتم بناء على المصالح العليا، يتم مراعاة أيضا للسياسة الإعلامية للدولة، إذا كان في هناك خطط تنموية للدولة، إذا كان هناك احتياجات مجتمعية في السياق الآني وفي السياق الحالي للدولة، يتم بناء عليها وضع الخارطة الصماء التي بناء عليها توضع البرامج، ماذا نريد، نسبة البرامج الرياضية، نسبة البرامج الاجتماعية، نسبة البرامج وهكذا. لكن ما نلاحظه أن الخارطة الإذاعية، وهذا من الأشياء الغريبة هنا، ربما ما زلت أتحدث عن فترة التسعينات وما بعد التسعينات، توضع بشكل عشوائي أو ما توافر من برامج، فبل عند برنامج يقدم برنامجه نقبله ويذاع. أحيانا تجد يعني الخارطة الإذاعية تميل إلى جانب معين، إلى جانب اجتماعي أو تميل إلى توجه اجتماعي أو تكرار للبرامج أو غيرها من الأشياء السلبية. هذه الأشياء طبعا
أدت إلى الكثير من العيوب، أن الإعلام لا يؤدي الغرض المطلوب منه، إلى أن هناك نوع من العبثية في المشهد الإعلامي، بالتالي لا توجد فائدة مرجوة. ولو لاحظنا أن هناك الكثير، ربما الشريحة القادمة، عدد من العيوب الموجودة في البرامج أو الإعداد البرامج والتخطيط البرامج، مثلا نشاهد في الشريحة القادمة مثلا ضعف استسهال الإعداد البرامجي، يعني الزملاء ممكن عارفين قد يأتي المذيع إلى الاستوديو وهو لا يعرف الموضوع، ويجلس ويلتقط المايك ويبدأ يتحدث، وأحيانا يفتح المجال للمستمعين ويتم الحديث وتنتهي الحلقة، وربما يتم شكر هذا المذيع وثناؤه على ما قدمه. يعني شيء غريب جدا، يعني عشناه هذه التجربة. هذه التجربة ما هي الأسباب؟ الأسباب واحدة منهن أسباب مادية. يعني لما نجول الناحية المادية، تجد المذيع يتقاضى مرتبة بناء على القانون تاع المرتبات، اللي ممكن تجد يأخذ في 900 جنيه 700 جنيه. لائحة الانتاج مش عارف آخر مرة تم تعديلها في الثمانينات تقريبا أو بداية التسعينات. تجد ممكن شاعر غنائي يكتب أغنية أثار الضجة كبيرة، يأخذ في مرتب مثلا 114 دينار على الأغنية مثلا، وحدث في وسير في. فهذه المسألة المادية جعلت الإذاعة ليس لديها إمكانية أن تطلب من المختصين ومن المبدعين أن يأتوا إلى الإذاعة، فكان نوع من الاستسهال في مسألة الضعف أو في تقديم البرامج. أيضا عدم التزام مثلا بالمدد الزمنية المتعلقة بالبرامج، أحيانا الحلقة تجد مثلا ساعة ونص، الحلقة بعدها ممكن تكون أقل، برنامج نحط ساعة ونص مش عارف ليش نحط ساعة ونص. نحن نعرف اليوم أن في العالم من النادر بالذات في التلفزيون تجد برنامج ساعة ونص، يعني أغلب البرامج التلفزيونية ساعة وأقل. حتى الجزيرة عندما افتتحت في عام 94 كانت البرامج ساعة ونص، الآن ساعة. CNN تشوف البرامج المهمة في CNN، الجي بي اس فريد زكريا ولا كريستيانا منابور ولا الكويست انت على الاقتصاد، كلها لا تجاوز نصف ساعة، بالكثير ساعة إلا ربع، هذا برنامج طويل جدا جدا. فلما شفنا نحن وطلعنا لقينا المسألة لا علاقة بالدماغ وبمسألة التركيز وبالكثير من الدراسات، نحن لا نلتفت لمسائل البرامج. أيضا المادة العلمية التي تعد، يعني يجي مثلا يدير لك برنامج على مادة علمية ومادة علمية متخصصة، هل انت عدت لأحد المتخصصين؟ لا، واخذ كتاب والكتاب يعد منا البرنامج، وكتاب واحد، والكتاب هذا لا يغطي المجال الذي يقدم به البرنامج. فممكن يحكي لك على أدب في العهد العباسي بأول كتاب يقابله، والله كانوا برنامج ترفيه ياخذ المستظرف من كل فن المستظرف هني ويقدم البرنامج ويصير على هذا النحو. فعدم العودة للمتخصصين في المواد هذا كان أحد الإشكاليات الكبيرة. أيضا عدم الكفاءة مثلا عدد من المذيعين، ولاحظنا هذه حقيقة، يعني عادة الكثير من المذيعين مثلا، ما نبيش نقول نحن يعني هذه مشكلة وأريد أن أتحدث بصراحة، يعني اليوم المذيعين القراءة، معدلات القراءة ضعيفة جدا، يعني حتى تقول الصحف اليومية على الإلكترونية ما يتبعهاش. المستوى الثقافي كله مربوط بالشأن العام، يفتح الفيسبوك شن قال هذا شن قال هذا شن دار هذا، فلا توجد قراءات مستمرة ومستدامة مثلا فيما، فهذا باين حتى في مستويات الحوار، وهذا انعكس على عدم وجود برامج حوارية ثقافية عميقة. لو تلاحظوا كل البرامج قضايا شأن عام، يتحدث عن الوضع السياسي العام، يتحدث عن احتياجات المواطنين، لكن لا توجد برامج ثقافية عميقة لتخلو منها الساحة. نجو مثلا الاستخدام اللغة، الإفراط في العامية، وهنا أريد أن أقول يعني ربما ابتعدت عن استخدام اللغة السوقية الشوارعية فاستخدمت مصطلح الإفراط في العامية. اليوم في توجه في الإذاعات المسموعة إلى الإمعان في استخدام اللغة المفرطة في العامية، ولا يتم استخدام المشافهة الراقية، العامية الراقية التي كانت يعني مستخدمة في الثمانينات وفي التسعينات، لكن الفترة الأخيرة اليوم يعني مش عارف، هم بعض الشباب ينطلق إننا لما نحكي باللغة نطبق في قاعدة اسمها القرب النفسي، يعني لما نكون قريب نفسي من الشباب فنستخدم مصطلحاتهم الشعبية ولا الشوارعية نكون قريب النفسي، فهذا أساء إلى الذائقة الجمالية، أساء إلى المستوى العام للكثير من البرامج، فكان في هناك عدد من أو مسائل في الأضرار. نأتي إلى غلبة الترفيه بالذات في الإذاعات المسموعة،
يعني الوظائف الأخرى للإعلام، وهذا يعود إلى التخطيط اللي أشرنا له فيما سبق، الوظائف التعليم والتثقيف وبناء التطلعات وغيرها من الوظائف العلمية غير موجودة. تجد مسألة الترفيه موجودة، فأنت لو تركز على القنوات المسموعة وانت تقلب حتجد أغاني والله موضوع فيها نوع من المتعة. مثلا واحد يفتح موضوع على الخجل، واحد يفتح موضوع على العلاقة بين الشباب في الجامعة، ويفتح البرنامج للحديث والحوار وهو يستهدف مواضيع مثيرة تخلق إلى حد ما نوع من المتعة، أو أغاني أو برامج فيها نوع من الترفيه. لكن مواضيع ثقافية، مواضيع تعليمية، مواضيع تستهدف تحديد الأولويات اللي حكينا عليه في البداية، وهذا أحد الإشكاليات المهمة. أيضا ندرة البرامج الثقافية والعلمية، وأنتوا لاحظتوها حتى في الإذاعة المسموعة. في نقطة أخرى، عادة المذيع يطرح في السؤال، لكن اليوم المذيع يجيب عن السؤال، وهذه واحدة من الإشكاليات الكبيرة، أو ما يسمى بالداعية الإعلامي. أنا أسميت الداعية الإعلامي، يظهر شخص يأخذ سويعة كل أسبوع ولا كل يوم ويجد يوجه الناس في الاقتصاد ديره هكي، في السياسة ديره هكي، في الاجتماع ديره هكي، وكأنه هو يعني أبو العريق فيما يقولوا، وعلى دراية كاملة بكل هذه التخصصات. فأسميتها أنا بالداعي الإعلامي، وليس برامج التوك شو يعني، أو اللي يقدمها عادة. لو لاحظنا برامج التوك شو الناجحة حتى في مصر، هم اللي يقدموا فيها صحفيين مخضرمين، لما جيل إبراهيم عيسى، جيل وائل أبراشي، جيل لميس الحديدي، هم مارسوا عمل الصحفي يعني. وهذا الصحفي، العمل الصحفي تطلب منهم، جمع عدد كبير من المعلومات وجمع عدد كثير من التحليلات والأراء والخبرة الطويلة، فأدى ذلك إلى أن يكون الحوار على رزانة، والصحفي برضو معني بطرح السؤال وليس بطرح الجواب. في عجالة مثلا، في بعض البرامج تجد مثلا برامج تعاد أكثر من مرة، يعني ما فيش التزام بدقة البرامج الإذاعية، استضافة شخصية أكثر من مرة وغيرها من النقاط. أيضا في قضية أخرى أريد أن أتحدث عنها، وأنا يعني عندما جئنا للإذاعة ما كناش نعرف الفرق بين أنك أنت تكون معلن وتخدم في الإعلانات، وبين أنك أنت تكون صانع محتوى. اليوم لما ازدادت الخبرة وازدادت القراءة، عرفنا أن ذلك يعتبر خلل كبير. معقولة مذيع ينتج المحتوى ويقدم التوك شو، يقدم مادة إعلانية ويتحول إلى مندوب إعلانات ويذهب إلى الجهات اتضح لنا أن ذلك كارثة كبيرة. طبعا للأسف نحن الإعلاميين، ما نبيش نقول أغلب لكن العدد كبير، نتيجة للظروف المالية اللي حكينا عليها والاقتصادية، يتحول إلى معلن ويتحول إلى رجل يجمع في المال، فهذا طبعا في إضرار، لأنك أنت ممكن المادة التي تقدمها ورجل الأعمال الذي تستضيفه يتحول إلى دعاية لها. ربما في عجالة السلامة الإعلامية، هو مبدأ طرحه الإعلان العربي لحقوق الصحفيين والإعلاميين واللي تبناه الاتحاد الدولي. السلامة الإعلامية تحدث فيه على، ليس فقط على السلامة الجسدية أو أن الدولة لازم تحمي الإعلامي وجسده، لا، أيضا مرتب الإعلامي، إمكانيات المادية التي تسمح له أن يعمل بكل شفافية، هي لها علاقة بالسلامة الإعلامية. نجيلي بس ممكن خطاب الكراهية. طبعا للأسف يعني الكثير من الإعلاميين باعتبارهم يعملون في قنوات، هذه القنوات لديها توجهات معينة بناء على الممول، شاركوا في موضوع خطاب الكراهية، وهناك دراسات يعني قام بها المركز الليبي لحرية الصحافة، ممكن تشوفوا الشرائح القادمة، يعني الشرائح التي تليها والتي بعدها، كيف أن هناك يعني الشريحة الأخرى، فهناك الكثير من العبارات التي تم دراستها، الشريحة التي بعدها يعني مثلا هذه دراسة في عام 2020 ست شهور تم إجراءها من المركز الليبي لحرية الصحافة، فشوف أنت حجم العبارات، يعني تخيل 24% من الخطاب الذي يقدم مليء بعبارات الكراهية. أيضا العبارات اللي مثلا كانت مستخدمة قريب 20-30 عبارة تم تكرارها. فالإعلام الليبي نتيجة لأنه يعمل في عدد من المؤسسات التي انساقت وراء العملية السياسية والتي لم تراعي المصلحة الوطنية، حددت وانساقت وراء خطاب الكراهية. حقيقة الموضوع يطول، وهنا الكثير من القضايا التي لم أستطع أن أتحدث عنها بتفاصيل لضيق الوقت، لكن بصفة عامة المشهد مؤلم،
المشهد لا يخضع لشروط على الصعيد التنظيم، لا يخضع لشروط المثالية المرجوة، على صعيد الممارسة لا يخضع لشروط المطلوبة. نحن نعمل في القطاع الإعلامي، وهنا أتحدث عن تجربة الضئيلة جدا جدا جدا، نحن نعمل خبط عشواء في على صعيد الإعداد، على صعيد التقديم، على صعيد التخطيط، وكان نمارس في نظرية المدرسة السلوكية المحاولة والخطأ، المحاولة والخطأ. لكن الذي أعتقده أن ما حدث خلال العشر سنوات الماضية سيرسخ ممارسة مهنية في المستقبل. لماذا؟ عندما نعمل ونخطئ ويحدث أضرار ويحدث نقاش ويحدث حوار، أعتقد أننا سنرسخ هذه الممارسة على الصعيد المستقبلي، أعتقد ذلك. وخاصة اليوم الأمل كبير في السلطة التشريعية القادمة إذا تم انتخابها، وأن يتم إقرار قانون إعلام وصحافة باعتبار أن آخر قانون 76 لعام 72 وهو قديم جدا، أعتقد الذكرى 59 ستمر علينا يوم 17/6. أعتقد نحتاج إلى قانون جديد نستفيد من كل الخبرة الدولية. هذا القانون القادم نتمنى أن يزاوج بين نقطتين أساسيتين، هي الحرية المطلقة التي يسعى إليها الإعلاميين، الإعلامي يسعى إلى الحرية المطلقة القائمة على الرقابة الذاتية، أنا رقيب ما أقول، وفي نفس الوقت المصالح العليا للوطن، وأن يكون نقاش مجتمعي على صعيد النقابات الإعلاميين وعلى صعيد المثقفين قبل ما يتم تقديمه للسلطة التشريعية لإقراره. فالكثير من النقاط المختلفة، وشكرا دكتور نجيب وكل الحضور على إتاحة هذه الفرصة، وأعيد الشكر والتحية للجامعة الدولية، والكثير من النقاط التي لم أتمكن أن أقولها واختزلتها في هذه الدقائق. شكرا دكتور أحمد. الحقيقة يعني أحمد استطاع في أقل من 25 دقيقة أن يلملم أطراف الموضوع، يعني الفكرة اللي في ذهننا بالضبط. يعني كويس أن بدينا بأحمد، لأن كانت عندنا مشكلة أن كيف تتضح الفكرة للقطاعات الأخرى، لكن بالضبط اللي درى أحمد اليوم هو ما نريد. نريد تشخيص لوضع المهنة المعنية، تشخيص يكشف النقاب عن اختلالات اللي تعاني منها، حديث عن أوجه الفساد، حديث عن المهارات التي تتطلبها المهنة والتي يبدو جليا أنها غائبة في إعلامنا المحلي. لكن برضه كان بودي، هو أشار إشارة سريعة، كان بودي والآن ممكن الحديث ينتقل للحاضرين، أن تكون في بوارق أمل. بمعنى هو بالتأكيد أن يعني التاريخ الإعلامي الليبي طويل، وأكيد كان في إنجازات إعلامية شامخة مرموقة جديرة بالإشادة والتمويل، ممكن جيلنا الجديد لا يعلم عنها الكثير. فيريد في أثناء الحديث أحد منكم يشير إلى ماضينا التليد، على الأقل بنقوله أن نراه عندنا تاريخ، لدينا من القدرة ما يمكننا من استعادته، لأن في نفس الوقت راه من بوش الحلقات النقاش تكون هذه تثبط في العزائم والهمم، لا أيضا نحتاج إلى بارقة أمل. الآن حنستمع معنا سبع شخصيات إعلامية معروفة، نتيح الفرصة لكل واحد منهم في أقل من ثلاث دقائق، بحيث حوالي 20 دقيقة للمجموع يدلي برأيه. راهو مش أحمد هنا يلقي في ورقة ونحن نرد عليه أو نسأله، لا، بالتأكيد لكل منكم ما لديه مما يضيف. فبمن نبدأ؟ بداية شكرا على الدعوة، وبداية سنغير لكم الموضوع. عنوان الإعلام عريض جدا، لأن الإعلام إذاعة تلفزيون مسرح خيالة وسائل الاتصال العام شبكة المعلومات، هذين كله أصبحا ينطون تحت العنوان العريض اللي هو الإعلام. فإحنا لما نجون نتكلموا مثلا
عن المشاكل اللي ساق الأستاذ أحمد متاع المذيع والإعلان والني، هو حصر روحه فيش في المجال الإذاعي. لكن هذا الكلام لا ينساق عليه الصحافة، لا ينساق عليه المسرح، لا ينساق على الخيالة، لا ينساق عليه وسائل الاتصال الخاصة وشبكة المعلومات. ليش؟ في شبكة المعلومات في إعلان، وفي التلفزيون في إعلان، وفي الإذاعة في إعلان، وفي الخيالة في إعلان اللي هي السينما، وفي المسرح في إعلان. في كل وسيلة من هذه الوسائل الإعلامية الإعلان بيعالج بطريقة معينة، بطريقة بتختلف اختلاف كل عن الأخرى. فما يعني أحمد في الإذاعة بخصوص الإعلان يختلف عما يعنيه المعلن من خلال المسرح، والمعلن من خلال التلفزيون، والمعلن من خلال السينما، والمعلن من خلال وسائل الاتصال الخاصة. عملية التمويل، عملية التمويل معروفة. احنا ندرس في حاجة يسموا فيها الانتاج الإذاعي، والإنتاج يعتمد في حاجة الأساسية عليه عملية التمويل. فنقوله للطالب راحوا في مجموعة من مصادر التمويل للشغل متاعك اللي انت تبي تديره، يا إما يكون تمويل حكومي من الدولة، ميزانية مخصصة لك أنت الإذاعة هني كذا، قسم الإنتاج مخصصي له 2 مليون 3 مليون 4 مليون اشتغلوا في حدوده، أو التمويل أفراد، في أفراد يتبرعوا. لما أنا بنخدم مجتمعي وما عنديش فلوس نلجأ إلى الاقتراض، إذا كان أنا كنت مؤمن بالقضية نقترض من مصرف مبلغ وندير به العمل اللي أنا مؤمن به. فقضية التمويل هذه يعني محلولة بشتى الطرق، تبي بس من يشتغل مش من يقنن. القانون موجود والطرق موجودة ومعروفة ومستخدمة في كثير من المجالات. فالإعلام الليبي خطأ خطوات كبيرة من بدايته في 1957، لأن العملية الطبيعية للإعلام في ليبيا كانت الانطلاقة من يوم 10 يوليو 1957، فترة ما قبل 57 كانت فترة تجارب، ونوض وقمع زنوض وقمع زنوض، خشينا في 57 هناك انطلق الإعلام الليبي المعروف الآن. عليه في مجال الإذاعة احنا كنا سباقين لكل الإذاعات العربية اللي موجودة الآن. احنا بدينا سنة 1949 لما استلمنا محطة الـ FCC من الجيش البريطاني في بنغازي. تم تحوير هذه المحطة الصغيرة البسيطة المحلية اللي كانت تخدم في القوات البريطانية في الشرق الأوسط أو في الشرق الأدنى، خذيناها وطورناها ونقلناها وأصبحت إذاعة محلية ليبية بحلول 24 ديسمبر 1952، وظلت تشتغل وتكبر وتكبر، وتدربوا الليبيين وتعلموا الليبيين، وما كانش فيه واحد ليبي في التشغيل فيها، لكن من بداية 52 بدأوا الليبيين يخشوا ويدربوا ويتعلموا، وفعلا وتدربوا وتعلموا وأنتجوا البرامج وشغلوا المعدات وتعلموا كيف يطوروهم وتعملوا، إلى أن جاءت الأمم المتحدة وقدمت برنامجها الإغاثي في مجال الإعلام بالنسبة لليبيا، اللي هو تطوير هذه المحطات الصغيرة لكي تصبح كمحطة دولية على مستوى دولي كبير. فقضينا احنا لما نعالج المشاكل هذين مفردة سيكون الفائدة أكثر وأعم، وما نبيش نخوض في حديث آخر طويل. عندنا ما نقوله في الإذاعة وفي التلفزيون وفي السينما وفي المسرح، وعندنا هامات نفخروا بها ومش فخر، هو خدموا وطنهم تعلموا
واستفادوا وأصبحوا لهم مكانة معينة وإن شاء الله يفيدوا في المستقبل القريب. في بالي هيك تساؤل، وما طبيعة المقاربة المناسبة اللي تمكننا من فحص المشهد الإعلامي الليبي فحص دقيق؟ يعني أعتقد قبل طبعا ما نتكلم على هل المقاربة هذه لقراءة المشهد الإعلامي الليبي، قول بأن أي إعلام في العالم، أي إعلام يتأثر بالظروف السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية الموجودة في المجتمع. فالظروف السياسية الموجودة والاقتصادية في أي دولة تأثر في طبيعة وسائل الإعلام. في الأنظمة الشمولية بالتأكيد أن عمل وسائل الإعلام يختلف عنها في الأنظمة الديمقراطية. لكن من وجهة نظري الخاصة أن مقاربة قراءة المشهد حتكون على أكثر من مستوى. المستوى الأول هو اللي كانت تحدث عليه الأستاذ أحمد، هو ملكية وسائل الإعلام. نحن طبعا لما نتخلص من الثقافة الريعية ونهاية أي نظام، لا يعني من نهاية تقاليد العمل المهني التي كانت سائدة أثناء النظام، لا تنقطع فجأة، فالتقاليد تجدها موجودة. تقاليد العمل الإعلامي التي كانت سائدة بين النظام السابق لا زالت مستمرة، فالثقافة الريعية ما زالت سائدة حتى وسائل الإعلام التي تدعي بأنها فتحت قنوات لإيجاد تمويل، مصادر تمويل ذاتية، ظلت ثقافتها ريعية. يعني هناك رجل أعمال أو دولة تمول، وهناك أموال تدفع ولا ترد. القطاع الخاص هناك أموال تدفع وينبغي أن ترد بأرباح، لكن هذه الثقافة الريعية لا زالت سائدة. حتى بعض القنوات التي لديها إيرادات من الإعلانات، لو الممول الرئيسي يتوقف عن تمويلها ستتوقف هذه القنوة. نأتي لمستوى آخر، هو مستوى العاملين في القنوات أو في المجال الإعلامي بشكل عام، احترامي البالغ، لكن كيف أتوا؟ طبعا لدينا نحن مشاكل في عدم وجود معاهد تدريبية متخصصة. لا توجد معاهد، لا توجد أكاديميات، حتى الأكاديميات ينقصها المتخصصين. تأسيس معهد في غياب أساتذة متخصصين ذوي كفاية لن يكون له أي فائدة. فأعتقد أن بداية إصلاح الإعلام في ليبيا بشكل عام ستبدأ من تأسيس معاهد وأكاديميات متخصصة، ويتم استجلاب مع طبعا الأساتذة الموجودين ومع الإعلاميين الموجودين، يتم استجلاب بعض الأساتذة من خارجه. وهذه المشكلة أعتقد حتى عانت منها الجامعة ولا زالت تعاني منها، غياب المتخصصين. عادة أخوتنا في مصر وفي العراق وفي سوريا يفضلون الذهاب إلى دول الخليج، منح العالية والرخاوة. فنحن لدينا مشكلة فيما يتعلق بالمحتوى. المحتوى هو نتيجة، باختصار محتوى وسائل الإعلام هو نتيجة لهذه الأمور، هو نتيجة الملكية ونتيجة القائمين بالاتصال. بالتالي دراسة المحتوى أنا أراها غير مجدية، هذه الفوضى الموجودة. أخلاقيات وسائل الإعلام هي الشيء المهم. أخلاقيات وسائل متى وجدت؟ وجدت من سنة 1918 بعد الحرب العالمية الأولى، وجدت أخلاقيات الإعلام واللوائح بدأت في فرنسا لتنظيم العملية. هذه العملية هل تلتزم، هل لدينا لوائح خاصة نحن هنا في ليبيا تنظم سير العملية الإعلامية؟ ونحن نعلم بأن أخلاقيات وسائل الإعلام مصادر لها ثلاث مصادر: مصادر النقابات والجمعيات المهنية التي تصدر لوائح، اللوائح تنظم العمل داخل، وهذه اللوائح غير ملزمة، وهناك التشريعات الصادرة عن السلطة العمومية والتي تكون ملزمة، وهناك عواقب وعقاب سيلاحق من يخالف هذه القوانين، وهناك التشريعات الدولية والتي صادرة عن الأمم المتحدة والجمعيات الحقوقية التي تصدر بعض اللوائح المنظمة. نحن هل لدينا هذه اللوائح وهذه الأطر، أو هل نتبع هذه؟ ختاما، شكرا لحسن الاستماع، وأعتقد بأن المشكلة الرئيسية لدينا هي في غياب المؤسسات ومراكز التدريب التي تؤهل الإعلامي في هذا المجال. شكرا لكم. لأن فيه أنشطة معينة يتبع لوزارة الثقافة أو الثقافة بمسمياتها، أنشطة أخرى تتبع للصحافة اللي هي الصحافة، والإعلام اللي هو عادة هو الإذاعة الإعلام. أنا يعني أكثر حديثي حيكون على الإذاعة، لأني أنا ولد الإذاعة وابن الإذاعة. يعني قبل 17/2
كان في إعلام الشخص الواحد كلنا نعرفه وكنا نسيره في حقل الغام في قسم مراقبة في قسم إجازة في قسم يعني تخيلوا الأغنية كانت تعرض على لجنة اللجنة تجيزها ترفضها تعدلها سلمها الملحن الملحن يجيب عليه كاسيت ترفضها اللجنة وتعدلها أو تجيزها أو يغيروا الاسم ثالثا بعد التزييت تعرض على اللجنة الآن أي حد يعدل الاستوديو يدفع 500 جنيه ويقول أي كلام وأي لحن وأي كلها ملحنين وكلها مخرجين وكلها مؤلفين مثلا طبعا الحرية ما الحرية المطلقة مفسدة مطلقة يعني جميع من فشل في امتحانات لجان المذيعين في الإذاعة قبل فبراير حاليا نجم في الإذاعات المنتشرة في العالم الإذاعات اللي للأسف توا حليت على إذاعات في العشية والله إني غيرت ما قدرتش نتحمل فبراير الأحرار مش عارف من نجلد في أنفسنا للأسف الشديد يعني مع أنه قالوا ما عاش فيه خطاب كراهية وما عاش فيه مش عارف إيش لحكي علي أستاذ أحمد الضعف والبرامج من 17/2/2011 لعند اليوم كم 5/6 في 2021 لم تصرف الدولة دينار واحد في مجال الإنتاج لذلك الإذاعات مفتوحة سبيل زي اللي يدير مبيق لائحة الإنتاج لم تتغير طبعا من بداية التسعينات أي نعم غيرت مرة واحدة من من عهد المملكة الاستسهال وكذا أنا توليت إدارة البرامج أكثر من مرة في إذاعة مغازي محلية تقريبا نحب على يد اللي يدير البرنامج لأنه يغطي لي فراغ بدل ما حط أغاني واحد مرة قال شجرة الأرز كم تنتج في كل رز ثقافة لكن أنا مجبر أنا مضطر أني ناخذ فلان الفلاني هذا يدير لي مسابقة ولا يدير لي حاجة لأني كان هذا حنحط أغاني تقعد على الإذاعة كلها أغاني كارثة هذه أمر كارثي يعني نحن عندنا صباح الخير بنغازي قسمناه مجانا ناس تجي متطوعة العشوائية في إعداد البرامج مصادر التمويل توا القنوات أنتجت في رمضان اللي فات مسلسلات دراما شغل لكن يسيء الناس في عمل دار على فجر ليبيا اسمه كب فلوس شو اسمه العمل مش عارف شو اسمه الغصق تفضل هذا جلد لهني ليبيا الأحرار جابت الكور ودارت لهم برشلوة هني يعني للأسف قنوات هذين عندنا يضخم في فلوس في ضخ قنواتنا نحن هنا للأسف يعني ما نبيش نقول في برقة في شرق ليبيا على استحياء للأسف الشديد يعني حتى لو قدموا برنامج مساكين تعال يعدي للأسف الفنانين عدوا الجزار يعطيه 3000 جنيه بيجدر مسلسل قضية كبيرة في غياب الدولة طبعا نحن لأننا ما كناش معتمدين على شركات خاصة حتى الشركات الخاصة اللي دارت زمان في الانتاج الفني تابعة للدولة شركة الفجر الجديد شركة مش عارف من وكان وابن خلدون والخدمات الإعلامية تابعة للدولة طبعا أنا حنحكي بشكل عملي وظيفي لأني لست متخصصا في الإعلام أنا دارس للعلوم السياسية ولكن نحكي في شكل تجارب شخصية والتفاصيل ربما تكون قريبة من اللي طرحها سيد جمال ولكن بشكل أعم وأشمل طبعا بالنسبة للإعلام الرسمي أو الحكومي خاصة هنا في بنغازي نبيش نحكي على السابق نبي نحكي ما بعد 2011 من 2011 إلى 2013 تقريبا إن كنت دقيقا في ذلك كانت القناة الوطنية في بنغازي شغالة وأمورها تمام بكوادرها المختلفة يعني الفنية والإذاعية وغيرها ولكن للأسف بعد 2013 لا يوجد إعلام رسمي حكومي في مدينة بنغازي المدينة الثانية في ليبيا فالقناة الوطنية متوقفة ومشلولة تماما الآن غياب التدريب كان بأمانة قائم على تتلمذنا على أيدي كبار الإذاعيين أمثال يعني المهدي جلي رحمه الله ومحمد المهدي وعبد اللطيف سالم وغيرهم يعني لكن التدريب بشكل منهجي ومؤسسي تتبناه الإذاعة هذا غير موجود إذا بنحكوا على المشاكل دكتور والأستاذ أحمد وكل السادة المشاكل كثيرة جدا تبدأ من البداية إلى تنفيذ البرامج إلى إذاعتها إلى حتى رد الفعل حول هذه البرامج أود أن أنوه لأن خطاب الكراهية في الإعلام الليبي لا يوجد خطاب كراهية في الإعلام الليبي بهذا الحجم هناك أمر بالقتل صدر من بعض القنوات
يعني أكثر من خطاب الكراهية. نحن اجتزنا مرحلة خطاب الكراهية، فهناك قنوات أمرت بالقتل بشكل أو بآخر. لا مش تحريض، أمر. يعني في فرق بين ما نقول مثلا أن هذه النقطة أننا مثلا أحمد مش معايا في هذا الاتجاه، ولهذا أحمد يعني أن نتنمر عليه، لا، أدعو الناس إلى قتله وتصفيته وغيره، وهذا حدث في الإعلام الليبي. إذا نحن اجتزنا مرحلة الخطاب الكراهية إلى ما أبعد، إلى أبعد نقطة منها، وفي أسماء طبعا. إذا نحن مع المستوى الأعلى لهذه النقطة. إذا نحن لدينا تضخم كبير جدا في هذه المسألة، علاجها يحتاج إلى جرأة كبيرة، يحتاج إلى وقفة، يحتاج إلى فحص كبير جدا لوسائل الإعلام. فيه نقاط مهمة جدا، أعتقد نقاط هي شبه علمية أو عملية وعلمية في نفس الوقت. هناك من يدعو إلى فحص القوانين الليبية بالكامل، وهذا مشروع كبير جدا. أعتقد أن يجب أن يتم فحص القوانين الإعلامية بالكامل، قوانين الصحافة، قوانين الإعلام، يتم فحصها من متخصصين وأيضا من أكاديميين وغيرها من العاملين في المجال الإعلامي، لأن هذه أعتقد أولى المعضلات في طريق نحو الإعلام الليبي ومعوقات الإعلام الليبي. الفحص بالكامل يبدأ من أول قانون إلى هذه اللحظة. الإعلام في ليبيا أيضا هو إعلام، طبعا هو إعلام عام كانوا فيه كل الأساتذة المشيدين، بعدها أصبح إعلام عام وخاص، وأصبح اللي يشتغل في العام يشتغل في الخاص، هو نفسه بنفس الخطاب اللي تبيه القناة هذه يذهب في نفس الوقت للقناة الأخرى ويشتغل بنفس الخطاب اللي تبيه القناة الأخرى. إذن هو يجري وراء رزقة، ما يجريش وراء الخطاب الإعلامي، هو يبحث عن رزقة يعني فقط. في نقطة ثانية وهي التدخل السياسي في ليبيا، هو أيضا تدخل إعلامي كبير جدا. هناك دول يعني دخلت بأجهزة مخابرات لتمويل قنوات، أصبح إذن هناك تمويل مخابراتي، وهذه نقطة راهي حساسة جدا. نعم، يعني كانت ممكن بعض القنوات تمولها مثلا بعض الجهات أو بعض الدول، لا، في قنوات تمولها المخابرات التابعة لبعض الدول المتدخلة في الشأن الليبي بمئات الملايين لو تحصل العدد. في بعض القنوات المذيع ممكن يأخذ 10,000 إلى 15,000 إلى 20,000 دولار في الشهر، فشوف الفرق. يعني المسألة الأخرى وهي التحدي الأبرز للإعلام الليبي، أنا أعتقد أن الإعلام الخاص سيتفوق على الإعلام العام، سيندثر الإعلام العام، يصبح عبارة عن إدارات تأتي بمرتباتها لبعض هذه مثلا الفئات المنتسبة لهذه الإدارات، يعني مثلا عبارة عن مثلا كادر الوطنية ضمان اجتماعي، يعني كادر الوطنية فيه 50 واحد، خلاص هذوما يأخذوا مرتباتهم ما يشتغلوش وقاعدين في إدارة معينة، لكن ما فيش إنتاج إعلامي في هذه المؤسسة. إذا سيتحول الإعلام إلى إعلام خاص. الإعلام الخاص إذا لم يتم ضبطه بقوانين ويتم أيضا الصراحة والشفافية حول مصادر التمويل، سنكون أمام خطر إعلامي حقيقي يذهب المجتمع إلى مستويات أعتقد أنها هي خطيرة. في مسألة أيضا عالمية أخرى وهي تحدي الإعلام الليبي، تحدي كبير جدا، وهي تحديات خطيرة، وهي الإنترنت الفضائي. الآن العالم يتجه نحو الإنترنت الفضائي. الإنترنت الفضائي هذا مشروع دولي سينهي الدول القومية والدول الوطنية، سينهيها بالكامل. يعني سيصبح كل اللي ممكن يدخل على الانترنت أي شخص ممكن يدخل مجانا، وهذا مشروع راهو كبير جدا تقوم به مؤسسات ضخمة لنشر الانترنت الفضائي، وهو الانترنت مجاني. وهذا الانترنت يعني يصبح أي شخص يقدر يدخل الانترنت، أعتقد مش عارف الداونلود 3 جيجا حاجزك، يعني إذا كبير جدا الموضوع ومجاني. لا الآن بدأ يتوزع على العالم، أعتقد أكثر من 11,000 قمر صناعي بدأ في الشغل. إذن هذا يتحدى القوميات، فهذا حيتحدى الإعلام الليبي. بالنسبة مثلا لبعض القنوات، هناك من يصنع المحتوى بشخص في 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 دار، ممكن يكون عنده كاميرا يصنع محتوى يتابعه أكثر من 100 مليون شخص. إذن هو تحدى كل هذه المؤسسات الإعلامية. إذا بنحكوا على المشاكل وعلى الإعلاميين، أعتقد فيها مشكلة كبيرة جدا من حيث الثقافة، من حيث المتابعة زي ما قال السيد أحمد، من حيث حتى الرصانة، ما عادش فيه مذيع الرصين، يعني فيها مواضيع يتناولوا فيهن بشكل غريب جدا. بالنسبة للراديو انتشر بشكل كبير جدا، وأعتقد أن هي ظاهرة صحية سيتم تصحيحها بشكل أو بآخر عن طريق المجتمع، حركة المجتمع، يعني الانتقاد المجتمعي سيتم التصحيح بشكل أو بآخر، لأن الراديو سهل جدا وممكن تنتج أو تدير مثلا عبارة عن مرسلة تكاليفه بسيطة مش مكلف. نحن خشينا في راديوات والله دار، يعني دار بالمعنى الكلمة، راديو كامل ويشتغل وعنده مرسلة وعنده كل شيء، لكن من وراء هذه الدار الله أعلم.
هي هذه النقطة الخطيرة. أنا أعتقد مسار التمويل يجب الكشف عنها، وأيضا التنبيه إلى كل الإعلاميين أن الكشف عن مصادر التمويل هي أولى خطوات نبذ خطاب الكراهية. طبعا نظم وسائل الإعلام بعد جيت ركزت وبديت نشتغل على الموضوع هذا فترة طويلة تجاوزت يعني سنة ونص إلى سنتين تحديدا، من أجل كيف يمكن ليبيا تبني دراسة قامت على الفرضية كيف تبني نظام إعلامي جديد يخدم الديمقراطية الناجحة. فهنا حوارات مع الأستاذة كانت أول لقاء بين جابت لي دكتور حول يعني شير إكسبيرينس يقولوا لهم، جابت لي رسالتين، واحدة دارت في شرق أوروبا واحدة في أمريكا اللاتينية، كحدة كانت على بولندا والأخرى دارت على دولة البرازيل. كيف ممكن تبني موديل جديد يخدم الديمقراطية بعد حكم عسكري كبير؟ اللي صار في ليبيا وتاريخ الإعلام ما قبل 2011 شيء وما بعد 2011 شيء، نحن مآسلين عنه منها توا. فبنيت هناك يعني أكثر من إطار نظري وسموه في theoretical framework تبش تفهم هذا النظام كيف تبنوه. كان في تركيز على رسالتي على خمس مستويات. المستوى الأول كان عن سياسات الإعلامية. اكتشفت واحدة النتائج باختصار مفيد، ليبيا تعاني من فراغ تشريعي كبير يتعلق من الأشياء اللي ذكرتوها، هي قوانين مثلا ميديا أونرشيب، تنظيم ملكية وسائل الإعلام، أيضا قوانين وصول وصدر المعلومات وقانون حماية مصادر المعلومات. فالوقت ضيق مش حنقدر نحكي، بس هناك فراغ تشريعي كبير جدا فيما يتعلق ب قوانين إعلامية سواء كانت تقليدية ولا ليس انتهاء بالسوشيال ميديا الموجود عندنا توا. الجانب الآخر اللي عندنا فيه مشكلة اللي هو الأكاونتابيلتي سيستم يسموا فيه، اللي هي نظم المساءلة وسائل الإعلام. عقدت بعض اللقاءات في جادة وبنغازي وكذا من قبل الصحفيين وإنشاء جمعيات من أجل إيجاد ميثاق شرف إعلامي ومواثيق شرف خاصة بالمهنة، لأن نحن على مدى سنوات كبيرة وإن كانت هناك كفاءات لكن لم ترسى تقاليد عميقة للعمل الصحفي في ليبيا يتوارثها الأجيال بعد جيل. إلى يومنا هذا الهيئات التنظيمية نفس مسار الزملاء تعاني من إشكالية تدخل اختصاصات ما بين إدارة الحكومات، لم نصل إلى هيكلة وإطار ينظم العمل الإعلامي في ليبيا، لأن القرار نفس ما قال الأستاذ أحمد البدري ما زالت الإعلام يربط بالسلطة التنفيذية وأحيانا تربط بالسلطة التشريعية. لدينا مؤسسة الآن مرتبطة بشركة خدمات إعلامية مش تبع مجلس النواب، وهذه يعني سابقة غريبة، يعني ما فيش في العالم مؤسسة ترتبط بمؤسسة تشريعية. النقطة الأخرى خاصة بالمنظمات الإعلامية الحكومية غير الحكومية الداعمة للإعلام صارت في شرق أوروبا وفي أمريكا اللاتينية تحديدا، كان ظهرت منظمات حكومية وغير حكومية تدعم الإعلام تدريبا وتأهيلا وإعدادا وغير ذلك. نحن هنا للأسف الشديد كان في محاولتين أو ثلاثة تأسيس مركز الإعلام الجديد وفي محاولات أخرى من دعم منظمات مجتمع مدني ليبية، ولكن لم تعطي ثمارة بسبب الظروف التي طرأت في البلاد. أنا بس الوقت ضيق مش حنقدر. هل هناك بارقة أمل؟ بنختم كلامي، نعم هناك بارقة أمل. الدراسة خلصت بتوصيات جميلة جدا صدق بناء على دراسات طبعا الهيئة كيف استقيت البيانات من طريق مؤشرات الاندكس الدوليات الانترناشنال اندكس، الى جانب مقابلات معمقة عن طريق الايميل انترفيو مع اساتذة وخبراء من امريكا وبريطانيا وكذلك بعض المهتمين من هذا بالشأن العام الاعلامي في ليبيا. الخلاصة وصلنا الاكشن بلان المدة بتاعه من 6 الى 10 سنوات مش يتم اصلاح نظام اعلامي في ليبيا، خضع الى حكم اعلام سلطوي لمدة 42 سنة، وقبله كان اعلام نفسه قصد محمد بدايات متواضعة لكن كان في خبر باش تبني انت من جديد وترسخ، محتاجين من 6 الى 10 سنوات تشمل جميع الجوانب. الاكشن بلان هذه موجوده، لمن يرغب في ذلك نقدر ان شاء الله نناقش في الطلاق. شكرا لكم، الفقر ضيق. شكرا لك جاي، شكرا سيد احمد. واللي تناوله استاذ احمد يعني يحتاج الى دهور باش نتناقشوا فيه، لكن سالتقط اثنين من الساد نور الدين اللي هو التكوين التدريب. حقيقه للأسف ما عندناش حتى ما تفضل به أستاذ محمد أن عندنا معهد جمال الدين الميلادي، للأسف لم يخرج كوادر إعلامية. اللي يجونا كلهم بدون تكوين، يعني نحن شفنا الأزمة اللي حلت بلبنان من 37 محطة أصبح الآن أعتقد 17 محطة، لأن هنا إشكالية تدخل معها التمويل، لأن مجرد ما غاب الممول سقطت قنوات عريقة. حاجة أخرى ركز عليها أن الليبيين ما يشتغلوش في القنوات الخارجية حقيقة كفنيين وككوادر فنية في الجرافيك في غيرها، هم من لبنان. أغلب سوق العمل اللي انتقلوا الآن للقنوات أو الشبكات الإعلامية الممولة بتمويل كبير ومن قبل برلمانات كيف الحرة كيف الشبكات العربية شبكة الجزيرة البي بي سي هم لبنانيين صراحة. ليش؟ لما نرجع نلقى أن في لبنان ومنذ تقريبا ستينيات القرن الماضي في 7 جامعات متخصصة في السمعي البصري
وفي في وفي في إنتاج السينما، في السينما، وبالتالي خرجت كوادر. نحن تجربة من استاذنا اللي تحدث عليه مركز الإعلام الجديد، هو مركز يتيم أنشئ في بنغازي، طبعا هو كان له سوق مش وقت، للأسف الشديد نتيجة صراعات شخصية بين أشخاص تم إقفال هذا المركز، مركز الإعلام الجديد اللي هو معني بالإعلام التقليدي والإعلام الحديث. حقيقة أن بارك الله فيك سيد أحمد، كلام يطول في هذا في هذا المجال. المعايير الأخلاقية للأسف اللي تحدثوا عليه الإخوة، المهنية الأخلاقية اللي تتضمن المدونات وأيضا ميثاق الشرف الإعلامي وغيره، هذا يعتبر في بالنسبة لإعلامنا يعني ترف ما بعد الترف. كيف ما قال جمال الله يرحم والديك، تعال قدم لي برنامج، تعال عبي الخارطة اللي تحدث عليه أستاذ أحمد، اللي قال لك ما فيش رؤية، ما فيش استراتيجية الخطاب، هو عبارة ده زمان نقولهم في حاجة. حتى في أيام القناة الأولى ذات جماهيرية كان التنسيق أو الوقت البت هو أشبه ما يكون بإناء، أنت عبيه وخلاص، مهمش مياه حلوة، عدم المؤاخذة، مياه صرف صحي كذا، المهم يتعبى، جيب لي أغنية 14 دقيقة، ما يقول لكش أغنية، يقول لك جيب لي أغنية 14 دقيقة، جيب لي شريط وثائقي. شكرا على العموم، أسف لإطالة. أولا شكرا للحضور. ثانيا أنا من إحنا من سنتين كنا في زيارة لمصر، رئيس الجامعة وفد من الجامعة، واتيحت لنا فرصة أن نلتقي برئيس تحرير الأهرام في مصر بتاعت 100 مليون. والأهرام اللي تأسس في القرن 19 كمؤسسة عريقة، والمصريين كانوا كلهم يعتمدوا على شنقالة الجورنال، ولا الرجل قال لنا ما تصدقوش الرقم كم يطبعوا من الأهرام حاليا، 40,000 نسخة. والأهرام لولا أنها دارت مشاريع تمويلية أخرى، من ضمنها عندها جامعة على فكرة ما جامعة الأهرام، ما هي عشان يخلقوا مصادر تمويل أخرى لهالجيش العرمرم اللي في مؤسسة الأهرام. صحيفة السفير في لبنان تسكرت، وهي من أعرق الصحف، والصياد سكرت مؤسسة الصياد العريقة بهي، والأخبار وكلها الآن تحولت إلى 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 صحف إلكترونية بهي. وهذا يخلينا نفكروا راهو الأساليب والمعايير والجمهور اللي كنا اللي كان يتوجه للإعلام في الستينات وفي الخمسينات وفي حتى في السبعينات راهو تغير. لا القضايا المطروحة هي ذات القضايا، ولا أصلا زمان في ليبيا محدود، لا في ستلايت، لا في تلفزيون، لا في واحد محطة واحدة بالك بدته. الناس كانت مرغمة أن ترتبط بوسيلة إعلامية واحدة، هذه الموجود الآن. أنت ماكش مجبر، وهذه النقطة اللي تكلم عليها أستاذ خالد، يمكن ما حدش مجبر أنه هو يتبع حتى محطتها المحلية، حتى الأغاني الليبية كانت تسمعها، تسمع رسم فخري ولا تسمع كاظم نديم ولا مش عارف شنو، تقدر تحط على اليوتيوب وتطلع صور وتسمعها في وقتك اللي يناسبك. خليني نقول لكم حاجة، أنا على الصعيد الشخصي يريت نديروا دراسة نعرفوا كم يسمعوا بالإذاعة، وكم يتابع في محطتنا واحد من مشاهد من الناس في ليبيا، كم يتبع الجيل اللي تو طالع، هل يتبع فعلا في محطات، ولا هل نحكوا على شيء؟ لأن نحن إعلاميين وتعودنا وهذه خدمتنا، لكن هل فيه مستمعين حقيقيين لإذاعتنا ولا لا؟ ما فيش دراسة. نحن ما نبوش أستاذ محمد هيك كلام فيه وما فيه، أنا نحكي دراسة علمية ميدانية، نديروا استقصاء نشوفوا كم متابعين لكل محطة ما هي، لأن من خلال اللي نشوف فيه كنا عندنا أسرة وعندنا أبناء وعندنا أصدقاء، ما فيناش ما نشوفش فيهم، أنا حريصين على متابعة البرامج الإعلامية، وهذا تطرح تحديات جديدة في المستقبل. ثانيا أنا نقول لك الآن سامي كليب على صعيد اللبناني باهي، مش كان في الجزيرة وكان بعدين في ميادين وفي مش عارف شنو، الآن دير مستقل ودير محطة، يتبعوا فيه ناس أكثر من بالك يتبعوا في 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 محطات كثيرة، ومثله كثير محطات متخصصة في الثقافة وفي الفلسفة وفي التاريخ وفي الدين وفي في السياسة. راهو أنا متصور دكتور أن صورة الإعلام النمطية هذه
ستتغير غصبا عننا، كما أن التعليم احنا نقوله في الجامعات والواحد حتتغير، لابد الإعلام أيضا يتغير. وراه وانا نقول المستقبل مش للإعلام الحكومي الممول من الدولة، المستقبل هو الإعلام الخاص اللي قد يتحول إلى فردي، حتى مش يمول نفسه بنفسه، هو ما عادش محتاج إمكانيات كبيرة راه، عرفت؟ كل واحد كيف ما قال لك بدار أقل من دار يا خالد، راه مش دار، حتى دار كبيرة مرات شوية يقدر يبيع إذاعة ويدير محطة ويدير زوم ويدير محطة ويبدأ يعني. احنا لابد ان اعتقد ان احنا يعني اذا كان بنواكبوا القصة لابد نطلع من الصورة النمطية هذه بتاعت مرات حتى اللي تدربنا عليها، راهو ان نتغيروا افرادا مؤسساتا ثقافة ميثاق الشرف بتاعها تغير الموضوع. وراهو خطاب الكراهية يا أستاذ خالد اللي تحكي عليه، راهو مش في ليبيا بس، أنت لما تشوف المحطات اللبنانية الآن في ظل الصراع القائم في لبنان كلها تدعو بنفس الخطاب، الجديد تحكي لتركينا والام تي في تحكي لواحد والوحدة تحكي للشيعة وواحدة تحكي للسنة وواحدة تحكي للسعد الحريري وكلهم يسبوا في بعض نفس الأسلوب، لأن تعددت الوسائل، كل واحد يقدر يدير محطة ويقعد يسب في الآخر يعني، وهذه ما تقدرش راه تتخلص منها. طبعا أنا سعيد جدا بهذا اللقاء حقيقة، لقاء يعني فيها تنوع وفي قضايا حقيقية أثيرت. القضية الأخيرة اللي أثارها دكتور السنوسي نبهتني المسألة لم نتطرق إليها في الحوار على أهميتها الكبيرة، اللي هي مسألة الهوية الوطنية. ولاحظوا أن الاثنين ما يحدث في الإعلام الليبي من خلينا نسموه من خواء، هو أقرب إلى خواء من أي شيء تاني، غياب المهنية وغياب الـ ما سماها دكتور أحمد بالاستسهال، في نوع في خواء إعلامي، خواء أوكي. تخلي تام عن دور التنشئة الوطنية، لا يقوم بهذا الواجب. والآن دكتور سنوسي ينبهنا الخطر آخر، مش الخطر، إلى واقع آخر، واقع سوف يضيف المزيد من التشرذم في الإحساس الهووي أو الانتماء الوطني عند المواطن البسيط لوطنه. والمسألة خطيرة، لماذا؟ ليس تشبثا بمسألة الهوية الوطنية، لأن هناك من تجاوزها، وكثير من شبابنا يعتقدون أن انتماءاتهم عابرة الأوطان، لكن نتحدث عن الوطنية كاستحقاق انتقالي، بمعنى أتحدث عن الوطنية أو الشعوب بالانتماء للوطن في هذه المرحلة اللي الكيان نفسه مهدد بالتشرذم. هذه قضية خطيرة، يبدو أن الإعلام لم يقم بواجبه إزائها. شكرا لقناة ليبيا روح الوطن، شكرا للجامعة الدولية لاهتمامها بخدمة المجتمع، والشكر لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.